بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، وكل عام وأنتم بخير وفي أحسن حال يا رب. هي فعلا لحظة استثنائية في توقيت استثنائي مع حدث استثنائي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين. وكيف لا يكون هذا الحدث استثنائيا، والحاضر يحتفي بالماضي، والحاضر يستشرف المستقبل، والمستقبل يكرم الماضي في أبهى صوره مع النادي الأهلي. مع النادي الأهلي الذي هو ليس مجرد نادي يا أستاذ إبراهيم، هو فكرة، هو دعوة، هو غنوة، هو حكاية حب، هي قصة شموخ، قصة انتصارات، قصة خلود. هو نادي القرن العشرين، ولا يزال نادي القرن الواحد والعشرين. هو غنوة السنين، هو رمز القوة والنصر، هو السند لوطنه المتين، هو النادي الأهلي. الحلقة النهاردة مخصصة